القضيه دي خطورتها كبيره جدا، لان ليها اربع حاجات مهمه جدا عايزين نقولهم للناس. اتفضل. الحاجه الاولى ان التحقيقات في قضيه حركه حسم اثبتت ان حركه حسم لها علاقه بتنظيم داعش الارهابي. لها علاقه بتنظيم داعش الارهابي عن طريق ان هم كانوا بياخدوا الولاد اللي انا قلت لحضرتك عليهم، اللي محمود عزت كان بمصمم يشكلهم في المحافظات. كانوا بيجيبوا على اولاد اللي هم لياقه بدنيه ويروحوا يدربوهم، اجسامهم جامده، يروحوا يدربوهم في، يقول لك هنعمل لهم معسكر كشاف، ياخدوهم في مطروح، ياخدوهم في صحراء بني سويف او الفيوم او المنيا.